اليوم في إطار استراتيجية جمعية نساء ديمقراطية لمناهضة العنف ضد المرأة لمكافحة العنف، وفي إطار أيضا 16 يوم اللي قررتها الأمم المتحدة لمكافحة العنف ضد النساء، اليوم تنطلق ما يسمى الخريطة التفاعلية لتقتيل النساء في تونس. هذه الخريطة هي الحقيقة نتيجة عمل متاع أكثر من 20 سنة للجمعية والجمعيات النسوية في تونس. هذه الخريطة ستقوم بحصر أسماء كل النساء التي تم اغتيالهم في تونس وتحديد الهوية متاعهم، تحديد أيضا صاحب المعتدي على القتلات، الأماكن أيضا للخريطة ستسمح بتحديد الأماكن التي تم فيها قتل النساء ورصد كل ما يسمى استاتيستيك لمقاومة لتقتيل النساء في تونس. الهدف من هذه الخريطة أولا هو كسر جدار الصمت ووضع الحكومة أمام مسؤوليتها لتطبيق القانون 58 لمكافحة العنف ضد المرأة. والهدف الثاني للخريطة أيضا هو إتاحة أكبر عدد ممكن من المعلومات للصحفيين، للباحثين، للمناضلين والمناضلات لحقوق الإنسان، لتسليط الضوء على هذه الظاهرة الكبيرة جدا في العالم العربي، وهي ظاهرة عالمية اللي هي ظاهرة تقتيل النساء، والتنديد ب الثقافة الذكورية التي تسود في مجتمعاتنا والتي تجعل من النساء فريسة سهلة للاعتداء والقتل والتنكيل. النقطة الثالثة هي أن هذه الخريطة بتسمح أيضا ببعث شبكة كبيرة وواسعة جدا من الجمعيات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة للتشارك وللتعاون لبعث هذه الخريطة وتحديد الإحصائيات إلى آخره. لذلك هذه الخريطة ستجيب على مجموعة من الأسئلة: من هم القاتلات؟ ما هي الولايات والأماكن لأكثر عدد من النساء المقتولات؟ ما هي الحالة المدنية لهؤلاء النساء؟ هل هن متزوجات؟ هل لديهن أطفال؟ من المعتدي أيضا؟ لأنه كما تعرفوا في أغلب الحالات المعتدي عادة ما يكون الزوج أو الصديق أو الخطيب أو الزوج السابق إلى آخره. كذلك ستحدد هذه الخريطة الأحكام التي صدرت بخصوص قضايا قتل النساء في تونس، وكيف تعاملت المحاكم مع هذه الظاهرة. وأخيرا وليس آخرا، تسمح هذه الخريطة بجمع كل المقالات والزرات المصادر في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تقتيل النساء. كيف تناولت وسائل الإعلام تقتيل النساء وكيف تعاملت معه، كيف بلغته للعموم؟ هذه تقريبا الأسئلة التي ستسمح هذه الخريطة بالإجابة عليها. ثم نقطة مهمة أيضا، هذه الخريطة ستجمع كل الدراسات والتقارير الوطنية والدولية
المتعلقة بهذه الظاهرة لإتاحتها للعموم وإتاحتها للباحثين وللصحافيين. الحقيقة احنا فخورين جدا بإطلاق هذه الخريطة التي تعتبر رائدة في العالم العربي على حد علمي. تونس سابقة في هذا المجال كما كانت سابقة أيضا في إصدار قانون 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أنواعه وأشكاله. ونتمنى أن هذه الخريطة أيضا يقع نسج على منوالها في عديد الدول الأخرى. على حد علمي يبدو لي أن الصديقات في الجزائر أيضا قاموا بمحاولة في هذا المجال، وستسمح هذه الخريطة ببعث شبكة ربما إقليمية كبيرة وواسعة للتعاون والتصدي لظاهرة العنف ضد النساء. واليوم كما تعرف جمعية النساء الديمقراطية كانت تشتغل على تقتيل النساء وعلى مقاومة العنف ضد المرأة منذ سنوات، أكثر من 20 سنة. لذلك هذه نجم نقول حصيلة لعمل كبير وكبير جدا، وجزء من هذه الخريطة سيبين كل الوقفات الاحتجاجية، كل البيانات، كل الدراسات، كل الوقفات أمام المحاكم اللي قمنا بها سواء كان في الكيف، في القروان، في عديد الأماكن في تونس. وستبين نضال الحركة النسوية في تونس وضرورة مواصلة العمل على توعية الرأي العام بهذه الظاهرة ومقاومة